باتون سلاب الكمون، 3 ارباع كوب ماء، 3 ارباع كوب زبدة، 2.5 كوب دقيق، 2 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة، و2 ملعقة صغيرة ملح. الطبقة العلوية بيضة، قليل من الحليب ونصف كوب كمون صحيح. أعزائي المشاهدين، الباتون سلاي زي ما قلنا من الأطباق اللطيفة، هو يعتبر للفطور للغداء، يعني إيش أكتر إيش الناس بتاكله؟ يعني هي وجبة خفيفة للفطور، حلو للفطور، حلو. ممكن عارفة ساعات في العشاء لو حطينا مثلا مع شوية جبنة مع شوية خضار مثلا مقطع سلطة فليفلة يكلوه هيك كنوع من بدل الخبز، يعني عارفة أنا قصدي، يعني هيك كتغيير، يعني بدل ما نأخذ وجبة الخبز تكون أكتر نأخذ سلطة أكتر، ويعتبر من الموالح اللي بتتقدم يعني كطبق خفيف أو شيء خفيف. نستعرض مع بعض المكونات اللي موجودة عنا. على فكرة الباتون سلي نادر ما تلاقي واحدة بتعمله في البيت، دائما بنحب يعني نشتري من برا، مع انه سهل جدا، ويعني تجهيزه في البيت كتير بسيط. احنا الوصفة اللي عنا اليوم كتير سهلة. نستعرض، هنحتاج طبعا طحين، هنحتاج زبدة. بدر شوفي مقدار الزبدة، انا قلت 3 ارباع كوب، هو صح زبدته شوية تقيلة بس عشان يعطي طعم لذيذ، يعني هذا الباتون سلي كتير طيب. ممكن اذا حبيتوا تقللوا او تخلطوا الزبدة مع الزيت. عندي هون الكمون واللي هو اللي حيعطيني فعلا الطعم المميز للباتون سلي. في ناس بحبوا بدل الكمون ممكن نستعمل حبة البركة، ممكن نستعمل ينسون، ممكن نستعمل شمر، وممكن إذا حبيتوا تستعملوا ملح اللي هو الخشن، ملح البحر، يعطي طعم يعني يتغطى بالملح، عارفة بيبقى مملح، عارفة الباتون سلي اللي عليه قطع ملح بتبقى زي حبات السكر الخشنة. فبرضو كأوبشن. البيض، قولي انا البيضة واحدة فقط انا هستعمل فقط للتلميع الطبقة الخارجية، فانا هحط البيض وححط الكمون على جنب ونبتدي نجهز العجينة. العجينة هحتاج عشان كمية الزبدة بتلاحظوا انها كبيرة شوي، فبحتاج اسيحها، فبدل ما ادوب انا الزبدة لحالها والحليب والمية لحالها هحطهم الاثنين سوا. بس نولع النار هيك، وممكن بسباتيولا صغيرة هيك حطي لنا الزبدة هون بدر، وأنا ححط المي. أهم إشي عندي هلأ بخليط المي والزبدة إنه ما يغلي، ما يسخن كتير، دافئ جدا، وبنفس الوقت بدي الزبدة تدوب. بتدوب بالمي؟ هلأ بتسخن بس مش تبقى سخنة سخنة كتير، يعني إنها بديها دافئة، عشان طبعا إحنا عارفين إنه المي السخنة ممكن تموت لي الخميرة، فإحنا بدناها دافئة يعني، فبنرقبها ما في مشكلة عنا. وأثناء ذلك نبتدي نجهز العجينة. هحتاج مضرب العجين، أنا بسميه مضرب إس، هذا مضرب العجين، وححط 2.25 كوب من الطحين، وبشوف إذا أنا محتاجة طحين أكتر بزود. أنا عادة ما بحطش مقدار الطحين كله في الأول، بحب هيك أحط بالتدريج. يبقى عنا 1 كوب، حركي لنا ايام الله يخليك ام بدر عشان ايه تتوزع شوية الزبدة. يبقى عنا 2 كوب، وبرضو حنحط 1/4 كوب. مش الحال صارت دافية شوي. نحتاج ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الناعمة. طبعا الخميرة الفورية أصبحت أعتقد متوفرة في كل يعني صارت منتشرة مباشرة على الطحين. وححتاج 2 ملعقة صغيرة من الملح. احنا عادة بنحط معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة لهي للعجائن العادية، بس هلأ عشان احنا بدنا اياه باتون سلي مالح بيبقى مملح شوي، فبنحط نسبة عالية من الملح. دابو يا حبيبتي، شو الاخبار؟ دابو يعني بس باقي شوي قطع. ما في مشكلة، حنحط 2 ملعقة من السكر. كل هاي المكونات نخلطها سوا كتقليب هيك سريع. اخذها خلاص ماشي الحال. اوكي، اهم شيء اعزائي المشاهدين
نحط ما تكون الخليط هذا سخن دافئ دافئ يعني اقدر احط اصبعي فيه. تمام. يبقى اعزائي المشاهدين احنا خلطنا شويه الطحين مع بقيه المكونات سوري وابتدي اضيف المي والزبده. هستمر هلا بالعجن وفي حال احتاج الثاني طحين زي ما قلنا بنضيف. بدر تعالي اشوفي كيف العجينه صارت عندي. طبعا حتلاقيها مختلفه لانه نسبه الدهن عندي هون كتير عاليه طريه كتير طريه. عاده احنا على 2.5 كوب طحين ربع كوب دهن كفايه، بس هاي بتصير كانها يعني ما بين عجينه الخميره ما بين البسكوت عشان فعلا بقول لك بيبقى طعمه كتير لذيذ. طبعا بضيف شويه زي ما قلنا احنا حوالي كمان ربع كوب، طبعا حسب ما تاخذ معك العجينه بتختلف مقدار الطحين او نوع اقصد الطحين من مكان لمكان يعني. هنحتاج طبق، ممكن ناخذ طبق زي هذا، رشة زيت. بعد ما تتشكل عندي العجينة أعجن على سرعة بطيئة شي 3-4 دقائق، كل ما عجنتها أكثر كل ما طبعا ارتاحت، وما تستعجلوا أرجوكم، خلوها تاخذ راحتها كويس لغاية ما تتشكل عندي عجينة ناعمة. وزي ما قلنا هاي العجينة حتبقى شوي مختلفة لأنها دسمها عالي، حطها في طبق مدهون اغطيها واسيبها في مكان لغايه ما يتضاعف طبعا الحجم. انا عندي هون عجينه جاهزه، خلينا هلا نبتدي نشتغل فيها. هنحتاج رشه طحين هيك شوي، هنحتاج صينيه قصيره الحافه، الصواني قصيره الحافه طبعا عشان التحمير يبقى متساوي او الخبز يبقى متساوي. هنطلب منك بعض الطلبات، ممكن تحطي لنا هون بيضة بعد إذنك، تكسري لنا بيضة. صعب لازم أكسرها ببيضة تانية أسهل. آه أوكي، أو هون أنا كل سبحان الله كل واحدة إلها طريقة، أنت لازم بتطل مع بعض. أيوة أنا على طرف الطبق. كانت معنا إحدى الصديقات برضو في البرنامج بتقول لي لازم اكسرها بمعلقه تانية او بمعلقه عبدها او شوكه. يعني انا سبحان الله كل واحد لها. حضيف شويه حليب من غير عيار عندي، بس مجرد شويه حليب. ممكن اخذ بيضه وممكن اخذ الصفار فقط زي ما بتحبوا. ممكن ايش رايك نحط لها هون رشه ملح برضه، وحنحتاج فرشه. ممكن ناخذ الصفر هاي، في انا كان عندي واحده ليلكي مش موجوده، كان اعطيتك ليلك على لبسك يعني، بس بنقلب صفار قصدي البيضة مع الحليب لغاية ما تختلط هيك مع بعض. طبعا بنحاول كل هالمكونات او اللي بدنا نستعمله يكون قدامنا جاهز. عندي هون عجينة جاهزة، حنحط هون على الكاونتر شوية كمون، ممكن نحطهم في الصينية بس خلي شغلنا هيك اوريجينال. شو رايك اشلك هذه هيك من جنبك؟ تمام. انا حجهز هلا العجينه هون، الاطفال حيحبوا يفوتوا يدخلوا هاي المرحله او المنطقه هاي ممكن ندخل فيها الاطفال. حاخذ شوي من العجينه وعلى حسب حجم الاصبع اللي انا بدي اعمله. خلي بالكم انا رشيت رشه طحين ومش يعني اذا حطيت على طول على الطحين حيزحلق معي، فانا باخذ زي خفيف خالص عشان يسهل لي بس العمل. ولكن كل ما كانت الكاونتر عندي طبعا ناشفة كل ما بساعد أكتر. بفرد بالطريقة هاي. تتذكروا إحنا دائما بنستعمل المات أو إذا حبيتوا ورق الزبدة، الاثنين هدول بيبقى سهل عندكم. هخلي هون جنبي بعيد عليكي ولا إتس أوكي؟ لا أوكي. هحط لك هلا هذه هون، نعمل كمان 1 2 3. كل ما كانت العجينه خامره ومرتاحه كل ما اعطانا مجال لفردها بشكل كتير
أسهل. أسهل. إذا لقيتوها إحنا بنفردها شدت بريحها. برجع بسيبها بغطيها بسيبها شي 10 دقائق. لاحظ أنا هلأ بفرد ما بتكش معي أو ما بتشد. يعني مرنة يعني. مرنة. بعد إذنك. خمراني. بالضبط. هلأ امسحي لنا إياهم بالبيض. واضحة عندك الخطوات بدر أعتقد. أوكي. بس نمسحهم هيك بالبيض. طبعا أعزائي المشاهدين هاي الوصفة بالذات يعني بتحتاج تتخلوا زي ما قلنا ورقة أو مات أو صينية واسعة عشان البيض هذا حيلخبط لكم الدنيا أنا عارفة بس هي هذه بدها هذا النوع من العمل. نبتدي ناخذ الطبق اللي حطينا فيه البيض أو الصينية اللي عليها بيض خلوها حنرجع نعمل عجينة تانية ونحط عليها. هلا دحرجة خفيفة فقط بالطريقة هاي. إذا دحرجناها كتير هتبقى مليانة وتبقى أوفر بيبقى الطعم كتير قوي بس خلت أعملها هيك على الناحية التانية على طول على الصينية اللي أنا مجهزة. تجربي بدل لما أعمل لك واحدة تانية شو رأيك؟ لفة والتانية خلص وعلى الصينية. سهل عليك ولا أقرب لك إياها؟ ممكن أقرب لك إياها هكذا. خدتوا بالكم مجرد مرة والتانية خلاص كفاية عندي. ممكن إذا حبيتوا تعملوا خلطة عارفة من الكمون مع حبة البركة مع الشومر إذا مع الخبز بتطلع شكلها حلو كتير كتير. أعزائي المشاهدين هلأ أنا بفترض إني عم بعمل قطعة تانية وأنا عندي أوريدي هون بيض ما في مشكلة بحطه فوقه. يعني أنا البيض حتى لو تغطت كليتها بالبيض يعني ما عندي ضرر. فهمتوا قصدي كيف عايز أشرح لكم؟ يعني مش شرط إنه أمسك واحدة واحدة وأمسحها بالبيض لا بنحط 4-5 مع بعض بنمسح بناخذ زي ما احنا عملنا انا ومبدر. الموضوع كتير بسيط. اهم ملاحظه عندي انه طبعا تخلوهم ستريت بالطريقه هاي. والحلو في الباتونسلي او مش الحلو الصعب يعني انه تعملوهم طوال. كل ما كانوا طوال كل ما طبعا كانوا الطف ولكن ساعات بتكسروا معانا يعني ساعات تلاقي صينيه طويله صعب يعني. فهذا الطول اعتقد معقول يعني حوالي 20 سنتي يبقى سهل يعني عشان لما تيجي حتى تقيميهم وتحطيهم وتضيفي وتقيمي وتحطي ما يتكسروا معاكي. اعتقد الوصفه هلا اصبحت واضحه سهله. في عندك اي تعليق مبدر؟ لا سهله كثير الوصفه. يبقى احنا بنسيبها بهذا الشكل حوالي بس طبعا زي ما قلنا نخليها دائما ستريت عشان يبقوا اصابع. بنسيبها حوالي ربع ساعه بنغطيها بفوطه او بالنايلون ربع ساعه في مكان دافئ. بتعرفي احنا لبين ما نشكل بقيه العجينه هاي بكونوا اوريدي خمروا يعني لازم ترتاح بعد ترتاح ما طبعا اي عجينه خميره بعد ما احط ايدي فيها لازم اخليها ترتاح. فاذا حطينا اول صينيه لبين ما اخلص بقيه المجموعه بتكون هذه ارتاحت ببتدي ادخلها الفرن على درجه حراره مرتفعه 200 يعني عالي يعني 400 فهرنهايت 200 سنتيغريد. بس بتاخذ وقت بالفرن يعني ما في 8 على 10 دقائق بالكثير تصير لون ذهبي زي البسكوت وبتطلعيها ما بتاخذ ابدا وقت. بس زي ما بقولكم لازم ترتاح بعد ما شكلناها. هذه من النقاط المهمه. اعزائي المشاهدين ان شاء الله الباتون سالي يكون عجبكم وحسيتوا قديش الوصفه بسيطه وسهله وبنفس الوقت طيبه من شغل ايدكم. خلينا نشوف بعد هيك الطبق الرئيسي. باتون سالي بالكمون